يا رامي دي رونالدو حطاله في الشبكة، كان ممكن يقطع حاله. 150 هدف بأي طريقة يا دون؟ كنت أتوقع ضربة جزاء، كنت متوقع معناها هدف بالرأس، لما توقع أنك تريد الاحتفال بهذه القسوة، قل بهذه الروعة من الحركة من لوشينمون. شوف التسلسل بتاع ايديه، صدره، الظهر والراس ودورة بطنه. مرة أخرى إلى تشافي ألونزو، يغير رأيه، يمكن تأتي الصافرة، الكرة لعبت عالية، الله كريستيانو رونالدو، لكن لا أعلم هل هي إلى حالة تزول. لاعب الكرة جميل الحقيقة، لاحظ رونالدو مودريتش، هجوم منظم مودريتش، مودريتش يراوغ، مودريتش يوسع، يا سلام يا سلام، على أجمل أقدام ولا في كل الأحلام، رونالدو وحده والمهارة. وأصبحت خطيرة للريال، كريم بنزيما يسيطر على الكرة، بنزيما ومرة أخرى، الله، جول جول جول، ضاعت على الريال، ضاعت على الريال. البرتغاليين ما أدري إيش بلاهم اليوم، كريستيانو رونالدو المتخصص وحتى زميله كوينتراو في المحاولة الثالثة، لكن لاحظ تبقى كرة جميلة. ميغيل يبحث عن العرضية، ميغيل بالفعل عرضية عالية أطول من الجميع، والمحاولة بيحصلها، الكرة بتتهيأ، فرصة رونالدو، الله، كريستيانو رونالدو. اللعبة الماضية حكم المباراة أو مساعد الحكم يحرم كريستيانو رونالدو من أجمل أهداف هذه التصفيات، لعب له كرة خلفية، يا سلام، الله الله الله، كبيرة يا رونالدو، كبيرة من لاعب صغير في السن، كبير في كل مهارات كرة القدم.